مش هتعمل كذا، هاكل ولا هاكل ايه ومش هاكل ايه، استحمى امتى ولا ما استحماش، ايه اللي غلط عليا، حد يقعد يدخن جنبي ولا لا، الحزام الصدر اللي هلبسه ده هفضل لابسه على طول ولا هشيله امتى، الجرح هيلم امتى، اقدر امارس حياتي بشكل طبيعي امتى، بنلاقي في اسئله كتير قوي قوي. انا انتهز فرصه النهارده الدكتور احمد الوكيل مدرس جراحه القلب والصدر بطب القصر العيني. النهارده دكتور احمد اهلا بحضرتك. انا انتهز فرصه وجود حضرتك النهارده، ايه الحاجات اللي المفروض المريض بعد ما بيعمل عمليه قلب الدكتور احمد بيقعد معاه ويقول له 1 2 3؟ مبدئيا من اشهر الاسئله اللي بتتكرر كتير بعد العمليه بيبقى فيه اللي هو حزام الصدر ده اللي بتلاقيه قافش على الصدر كده، خانق المريض، يعني انا مخنوق وانا حاجه خانقاني كده هفضل لابسها على طول، طب ده هقلعه امتى ده، ولا طب اقلعه وانا نايم ولا افضل لابسه على طول، ولا ايه مشد الصدر، وده لازم يعني لازم الحزام ده لازم يتلبس بس مبدئيا. القصة ان مريض جراحة القلب في عنده تصور خاطئ عن جراحة القلب، فلازم الاول نفهمه واحنا بنعمل ايه. تمام. اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل جرح قد كده، الجرح ده بندخل منه القلب عن طريق ان احنا بنفتح العظمة بالظبط في النص. تمام. في مرضى كتير جدا بتقلق تقول لك ياه هو انت هتكسر او هتشق العظمة بالمنشار؟ طيب هو حضرتك شفت قبل كده طفل بيلعب كورة فاتكسر؟ كلنا شفنا حد بيلعب كوره وكسر ونظر الكسر العضمتين المتفرتكين دول في الاشعه، وبعد كده وبيتجبس والدنيا بيتجبس وبيمشي كويس جدا. تمام. احنا اللي بنعمله هو كسر شبه ده، ولكنه كسر ممنهج ومعمول بدقه شديده وبيتلم بطريقه سليمه، فبيرجع كأن شيئا لم يكن. تمام. ده بالنسبه اللي هو الجزء العظام بتاع القفص الصدري اللي اتشق. في نقطة مهمة هنقولها كده في عجالة سريعة، ان جراحات القلب المفتوح مش بنطلع القلب بره ونقعد نشتغل فيه احنا وزمايلنا ومعانا كوبايتين شاي والقطة تاخد حتة من القلب وتطلع تجري والكلام اللي ده اللي كان شائع لفترة طويلة دكتور احمد. الناس متخيلين ان احنا هنعمل قلب مفتوح فاحنا هنفتح الصدر وناخد القلب بره ونرجعه. ده حتى الميكانيكي لما بيشتغل في الموتور ما بيعملش كده، بيخليه مكان وهو شغال. فاحنا اللي بنعمله مش كده، احنا بنفتح العظمه والقلب مكانه، بنجرح في جرح صغير خالص ونصلح العيب اللي موجود، سواء كنا هنغير صمام او هنعمل شرايين، وبعد كده بنقفل الجرح ده ونلم العظمه تاني كل حاجه زي ما كانت. طيب يظهر هنا بعد ما العظمه اتلمت مش احنا بنحط الرجل في الجبس الوضع الطبيعي؟ اه. احنا برضو لما بنلم العظمه بنحطها في حزام حوالين الصدر عشان يثبت العظمه مكانها، يقلل حركه العظمه عشان تلحم كويس. طيب هل ده لازم لكل الناس؟ طب احنا الاطفال ما بنعملهمش كده. مش معنى الفكره كلها ان انا مش عايز حمل كتير على العظمه، مش عايز حمل خالص. فلو البني ادم اولا وزنه معقول، لما بيبقى الوزن كبير جدا الصدر نفسه والشحم اللي على الصدر مع النوم على الظهر هو عامل لود بيشد على العظمه جامد، فبضطر ان انا ألم الصدر عشان اقلل الشد الجامد ده. تمام. مريض السكر ببقى قلقان عليه، فببقى بزود في الاجراءات الاحترازيه ان انا بحط له الحزام ده على اعتبار ان فرصه الالتئام بتبقى ابطا شويه. بالظبط. مرضى جراحات الشرايين عشان كتير بنستخدم الشريان الثدي، ده اللي بيغذي جدار الصدر بالدم وبيغذي العظمه بالدم. دول بنبقى قلقانين عليهم برضو من ان ما يحصلش التئام مناسب للعظمه، عظمه القص، فبنساعدهم ان احنا بنلبس الحزام بدل ما ندخل في دوامه تاني خالص، وانه اصلا ما حصلش التئام بالشكل المثالي ونلاقي نفسنا عايزين نعمل تعديل في حاجه تانيه. ففي مرضى بيبقى وزنهم مظبوط، عاملين عمليات مفيش فيها ازاله للشريان الثدي، دول ما بنبقاش مش لازم نبقى نديهم الحزام، في منهم بياخد وفي منهم ما بياخدش على حسب نظريه الجراح او يعني منظر العظم جوه. يعني هي بتختلف من حاله للتانيه. طب هو الطبيعي برضو ان هو ده المفروض بيتلبس قد ايه؟ التعليمات العاديه بتاعته ان احنا بنلبسه بالنهار وبنخلعه بالليل عشان يعرف يتنفس كويس. المقاس بتاعه بالليل وقت النوم، يعني وقت النوم ينام بالظبط كده، مش بالليل عشان الدنيا ليلت، لا بالليل عشان هو نام. تمام. فلو هو الدنيا ليلت وبيتمشى لا ما بيخلعوش. ده ابتداء من امتى؟ ده من تاني يوم بعد الجراحه يقدر وهو نايم يشيله عادي. اه تمام.
بيبدأ الحزام ان احنا بنلبسه، وبنفضل ماشيين على التعليمات دي لمدة من شهر لشهرين بعد الجراحة، لحد ما نطمئن تماما ان عظمة القص حصل لها التئام مناسب. تمام. الالتئام ده بيحصل من شهر لشهرين على حسب الحالة، على حسب وجود سكر من عدمه، على حسب تغذية المريض، على حسب الحالة العامة، حسب سن المريض بتختلف يعني بتختلف، والدكتور هو اللي بيقول له هتشيله امتى، صح بالظبط كده؟ بالظبط. طيب.